اعزائي التلاميذ مرحبا بكم في هذا الدرس الخاص بماده الجغرافيا لمستوى السنه الرابعه الثانويه المحور الثالث الذي سوف نتعرض اليه في هذه الحصه هو محور الجنوب الدرس الثاني في هذا المحور البلدان الاقل تقدما بالساحل الافريقي وسوف نتعرض الى الجزء الثاني من الدرس ظروف التنميه بالبلدان الاقل تقدما بالساحل الافريقي. عنوان درسنا هي ظروف صعبه ومعرقله للتنميه. يمكن تصنيف الظروف المساهمه في حصيله التنميه المحدوده الى اربعه اصناف. الظروف الديموغرافيه الظروف التنظيمية الظروف الهيكلية والظروف الطبيعية نبدأ بالظروف الديمغرافية تنتمي دول الساحل الإفريقي إلى البلدان الأقل تقدما في العالم النامي والتي لها خصوصيات ديمغرافية تتميز بمؤشرات ديموغرافية تعيق التنمية والانعكاسات السلبية للوضع الديموغرافي. نبدأ بمؤشرات ديموغرافية تعيق التنمية. المؤشر الأول الذي سوف نركز عليه هو ارتفاع سريع لعدد السكان. نذكر بدول الساحل الأفريقي موريتانيا السنغال غامبيا، مالي بوركينا فاسو تشاد غينيا بيساو و نبدأ بملاحظة عدد السكان سنة ألف كان مجموع عدد السكان في حدود تسعة مليون ساكن عدد السكان سنة 2018 أصبح مئة فاصل واحد مليون ساكن إذا نلاحظ ارتفاعا سريعا في عدد السكان هذا الارتفاع نستطيع أن نسجل تضاعفه تضاعف عدد الجملي لبلدان الساحل الأفريقي أكثر من ثلاث مرات إذا من 29.3 مليون ساكن إلى واحد مليون ساكن إذا تضاعف العدد الجملي لبلدان الساحل الأفريقي أكثر من ثلاثة مرات بين سنتي 1975 و 2018. الملاحظة الثانية التي نستخرجها من هذا الجدول أيضا هو أن هذا الارتفاع شمل كل الدول. نأخذ مثال النيجر كان عدد سكانها في حدود 5.3 مليون ساكن أصبح 22.3 مليون ساكن. إذا نلاحظ أنه تضاعف حوالي أربعة مرات. أيضا الملاحظة الثانية التي نستخرجها من هذا الجدول والخاصة بالسكان هو تفاوت بين عدد السكان لهذه الدول نأخذ مثال غينيا بيساو عدد سكانها في حدود واحد 1.9 مليون ساكن بينما النيجر كأعلى عدد من مجموعة الدول أو في مجموعة الدول الساحل الإفريقي بحوالي 22.3 مليون ساكن نبقى في المؤشرات الديمغرافية التي يعيق التنمية المؤشر الثاني الذي سوف نركز عليه هو النمو الطبيعي المرتفع النمو الطبيعي المرتفع هو الفرق بين نسبة الولادات ونسبة الوفيات كانت نسبة النمو الطبيعي سنة 1975 في الساحل الأفريقي كمعدل 2.8 خلال الفترة بين ألف و بين ألفين وخمسة كتوقعات سوف يصبح هذا النمو في حدود واحد فاصل تسعة بالمئة. إذن نستنتج أن نسبة نمو طبيعي مرتفعة. كمعدل يقارب 1.9% رغم تراجعها النسبي، إذا نلاحظ أن هناك تراجع نسبي في النمو الطبيعي ولكن هذه النسبة تبقى مرتفعة في حدود 1.9%. الملاحظة الثانية أيضا هناك تفاوت بين دول الساحل الإفريقي، هذا التفاوت يبرز من خلال الأرقام الموجودة في الواد الثاني. نلاحظ مثلا النيجر نسبة النمو الطبيعي فيها 2.7% بينما في موريتانيا وفي غينيا بيساو هذا المعدل هو 1.5% اذا الاستنتاج الذي نستنتجه هو ان هذه الدول تمر بمرحله الانتقال الديمغرافي في طورها الاول للبعض منها وفي طورها الثاني للبعض الاخر الانتقال الديمغرافي هي النظرية التي نعتمدها في قياس المؤشرات الديمغرافية أسباب هذا النمو السريع نفسر هذا النمو السريع الذي لاحظناه من خلال الجدول بتراجع نسب الوفيات نسب الوفيات تراجعت من خلال الطور الأول الانتقال الديمغرافي هناك تراجع وأيضا تراجعت من خلال الطور الثاني الانتقال الديموغرافي، إذا تراجع ملحوظ لنسبة الوفيات وتواصل ارتفاع نسبة الولادات، هذا ما يفسر لنا موقع هذه الدول في مرحلة الانتقال الديمغرافي في طورها الأول كما ذكرنا وفي طورها الثاني. إذا أسباب هذا النمو السريع هو تراجع نسب الوفيات، تراجع نسبي للوفيات وتواصل ارتفاع نسبة الولادات مع بداية تراجعها في بعض الدول التي انخفضت فيها نسبة النمو الطبيعي نفسر الآن هذا الانفجار الديمغرافي من خلال عوامل العوامل المساهمة في هذا الانفجار الديمغرافي العامل الذي سوف نركز عليه هو مؤشر الخصوبة عدد الأطفال لكل امراه في سن الانجاب هذا المعدل كان في الفتره بين 1970 و 1975 في حدود سبعة 7.2 طفل لكل امراه معدل مرتفع خلال الفتره بين 2010 و 2017 تراجع نسبي لمؤشر الخصوبه اصبح في حدود خمسة 5.7 طفل لكل امراه إذن هذا المؤشر تواصل ارتفاع رغم انخفاضه النسبي من سبعة طفل لكل امرأة إلى خمسة طفل لكل امرأة. العامل الثاني أيضا هي التقاليد السائدة في دول الساحل. التقاليد السائدة في دول الساحل هي تقاليد الزواج المبكر للفتاة في سن أقل من عشرين سنة في بعض الدول خمسة سنة. أو 16 سنة إذا هناك زواج مبكر للفتيات والرغبة في الإنجاب للعائلات عائلات الدول الساحل الإفريقي لإعانة الأب في العمل إلى آخره إذا نستنتج أن هذا الانفجار الديمغرافي له انعكاسات سلبية عديدة انعكاسات السلبية للوضع الديمغرافي هذا العنصر الثاني انعكاسات سلبية عديدة لهذا الانفجار الديموغرافي أولاً على التركيبة العمرية للسكان نلاحظ التركيبة العمرية التي تضم ثلاث فئات عمرية أقل من 15 سنة من 15 إلى 64 سنة وأكثر من 65 سنة فئة الشبه فئة الكهول وفئة الشيوخ نلاحظ حسب هذا الجدول أن فئة الشبان أقل من خمسة سنة نسبتها مرتفعة تتراوح قيمتها بين واحد في موريتانيا و 50.8% ثمانية بالنسبة للنشر. إذا التركيبة العمرية هي تركيبة عمرية ذاتية نسبة الشبان أقل من خمسة سنة مرتفعة بينما نسبة الشيوخ أكثر من خمسة سنة فهي منخفضة حسب هذا الجدول. تتراوح قيمتها بين 5.2 الى 2% نسبه الشيوخ وهي نسبه ضعيفه جدا، اذا نحن في مجتمع فاتي. ما هي هذه السلبيات التي نستخرجها من خلال هذا الوضع؟ اجبرت بلدان الساحل الافريقي على توظيف استثمارات هامه في المجال الاجتماعي على حساب الاستثمار الاقتصادي والتنميه. إذن هذا الوضع الديمغرافي وهذه التركيبة العمرية الفتية أجبر بلدان الساحل الأفريقي على تخصيص استثمارات إضافية للجانب الاجتماعي وكان ذلك على حساب الجانب الاقتصادي والجانب التنموي الانعكاس الثاني هو الضغط على الأراضي الزراعية نلاحظ هذه الصورة في بوركينا فاسو هذه الخريطة خريطة أحد القرى في بوركينا فاسو حوز ساي نلاحظ من خلال الخريطه ان في سنه 1930 كان هذا الحوز مساحته محدوده من حيث توزعه المجالي، اذا مساحه محدوده حسب الدائره الاولى. سنه 1972 اتسعت مساحه هذه القريه، اذا نلاحظ انتشار المساكن على اطراف القريه و أصبحت أصبح المجال الحضري لهذه القرية مرتفع. إذا هناك ضغط على الأراضي الزراعية يبرز من خلال توسع المجال الحضري على حساب الأراضي المجاورة للتجمعات السكنية. الدائرة الأولى والدائرة الثانية مقارنة نلاحظ أن التجمعات السكنية انتشرت أكثر حول هذا هذه القرية أو هذا الحوز. أيضا النقطة الثانية هو تزايد الطلب على الأراضي الزراعية. عندما نلاحظ اللون الاخضر في الخريطه المناطق الزراعيه نلاحظ توسعا كبيرا للمساحات الزراعيه لتلبيه حاجيات السكان المتزايده. وهذا التوسع على حساب الاراضي الزراعيه ادى الى استغلال اراضي الغابات مما ادى ايضا الى اضرار بيئيه نتيجه استفحال ظاهره التصحر. اذا كلما كانت هذه كان هذا التوسع الكبير على حساب الاراضي الزراعيه كانت له اضرار بيئيه هامه منها ظاهره التصحر التي هي نتيجه سلبيه لهذا الانفجار الديموغرافي خاصه على الاراضي الزراعيه. الانعكاس الثالث هو تفاقم ظاهره الهجر. اذا هو من الانعكاسات التي يمكن اعتبارها انعكاسات سلبية لهذا الوضع الديمغرافي سوف نقسم ظاهرة الهجرة إلى صنفين كبيرين الهجرة الداخلية نلاحظ من خلال هذه الصورة عاصمة السنغال داكار هناك إذا انفجار حضري لهذه المدينة العاصمة عاصمة السنغال الصورة الأولى تبين لنا المدينة العصرية بمبانيها المكتظة وشوارعها الشاسعة والصورة الثانية تميز لنا أو تبرز لنا أحد الأحياء الفوضوية على أطراف المدينة وهو حي بكين العفوي إذا الإستنتاج الأول هو إنفجار حضري هام تعاني منه أغلب دول الساحل يبرز من خلال توسع المدن وإنتشار الحضري لهذه المدن وكذلك بروز أحياء فوضوية فقيرة مهمشة حول المدن مثال حي بكين حول مدينة دكر هذه الأوضاع نفسرها كانت نتيجة تكثف ظاهرة النزوح الريفي نحو المدن الكبرى للساحل الإفريقي خاصة نحو العواصم إذا هناك نزوح ريفي كبير من أرياف المتأزمة لبلدان الساحل الافريقي نحو المدن وخاصة نحو المدن الكبرى وبالتحديد نحو عواصم هذه الدول. الصنف الثاني في ظاهرة الهجرة هي الهجرة الخارجية. تنقسم في دول الساحل الافريقي الى صنفين. نلاحظ هذه الخريطة. هناك الاسهم باللون الاحمر او الوردي هناك الأسهم باللون الأزرق، نبدأ بالأسهم باللون الأزرق، هي هجرة من دول الساحل الإفريقي نحو دول إفريقية مجاورة لها. نذكر هنا نيجيريا، غانا، الكوت ديفوار. إذا هناك هجرة لسكان دول الساحل الإفريقي نحو دول مجاورة قريبة منها مجاليا. وتتميز هذه الدول بان لها اقتصاد اكثر حيويه من بلدان الساحل الافريقي. اما اقتصاد نفطي كم مثل نيجيريا او اقتصاد يعتمد على زراعات تجاريه مثل كوت ديفوار وغانا. الصنف الثاني من الهجره نلاحظه باللون الاحمر هو هي الهجره نحو البلدان الاوروبيه. هذه الهجره هي هجره انطلقت منذ السبعينات لكنها كانت منظمه بطلب من الدول الاوروبيه التي كانت بحاجه ليد العامله لكنها في الفتره الحاليه اصبحت هجره سريه انطلاقا من سواحل شمال افريقيا تلاحظون الاسهم اذا هذه الاسهم تحول اعداد كبيره من المهاجرين نحو سواحل شمال افريقيا نقصد بها سواحل ليبيا تونس المغرب وانطلاقا من هذه السواحل سوف تكون هجرة سرية نحو إسبانيا نحو إيطاليا ونحو الدول الأوروبية الأخرى إذا في ختام هذا العنصر الأول الخاص بالوضع الديمغرافي نستنتج أن الوضع الديمغرافي تميز بالانفجار له انعكاسات سلبية عديدة السؤال الآن المطروح ما هي الظروف التنظيمية. ثانيا الظروف التنظيمية. سوف نقسم هذه الظروف التنظيمية إلى ثلاثة عناصر كبرى. سياسات تنموية محدودة النتائج. محدودية العمل المشترك بين الدول الساحل. ومعاضدة المنظمات الدولية لدول الساحل. نبدأ بالعنصر الأول سياسات تنموية محدودة النتائج. ننطلق من هذه الوثيقة. منذ بداية الثمانينات بدأت هذه السياسات التنموية ذات التوجه الليبرالي، لأن قبل فترة الثمانينات كان توجه اشتراكي. سوف نركز على التوجه الليبرالي. إذا هناك منذ بداية الثمانينات سياسات تنموية ذات توجه ليبرالي وتطبيق لبرنامج الإصلاح الهيكلي إذا أصبحت أغلب النماذج التنموية لهذه البلدان ذات توجه ليبرالي منذ الثمانينات في نطاق تطبيق برامج الإصلاح الهيكلي نأخذ مثال السنغال أحد دول الساحل الإفريقي كان من أول المطبقين بداية من 1982 تمثلت أهم إجراءات الإصلاح الهيكلي في نقطة أولى تحرير الاقتصاد واعتماد اقتصاد السوق وتحرير التجارة وتشجيع القطاع الخاص، تخفيض قيمة العملة المحلية كإجراء ثاني الفرنك الإفريقي بنسبة 50% اعتماد حقيقة الأسعار والحد من دعم الأسعار، هذا الإجراء الثالث، الضغط على النفقات العمومية وخوصصة إذا المؤسسات، الحد من دعم المؤسسات الاقتصادية وخوصصة المؤسسات الاقتصادية العمومية وكذلك الإجراء الأخير الانفتاح الاستثمار الخارجي، إذا هذه الإجراءات التي طبقتها السنغال منذ 1982 تندرج ضمن برنامج الاصلاح الهيكلي. برنامج الاصلاح الهيكلي كمصطلح نستطيع ان نركز عليه في هذا الدرس من المصطلحات الهامه في درسنا هو مشروع الاجراء هو مجموع الاجراءات التي تطبقها بعض الاقطار الناميه بامر من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لاصلاح اقتصادها باعاده هيكلته من خلال دعم القدره التنافسيه والضغط على النفقات العموميه والانفتاح الاقتصادي اذا هذه المؤشرات او هذا التعريف تاع برنامج الاصلاح الهيكلي هو الذي طبقته بلدان الساحل الافريقي في سياسات التنمويه واخذنا مثالا على ذلك السنغال هذه السياسات حاولت تطوير الموارد في بلدان الساحل الافريقي. سوف ناخذ امثله من الاصلاحات او السياسات التنمويه التي تبعتها دول الساحل الافريقي. اولا سوف نركز على وضع برامج للحد من النمو السكاني السريع. في هذه الوثيقه نركز على دوله النيجر. اصبح التنظيم العائلي فيها موجودا منذ 1978 تدعم سنه 1992 وكانت هذه السياسه سياسه التنظيم العائلي من اجل تحقيق مجموعه من الاهداف واتخذت من خلالها النيجر اجراءات عديده مثلا تحويل المركز الوطني لتنظيم النسل الى مركز وطني للصحه الانجابيه وكان ذلك سنه 1996 تبني السياسه الوطنيه للنهوض بالمراه اقرار السياسه الوطنيه للصحه الانجابيه المصادقه على الاتفاقيه الدوليه لمناهضه كل اشكال التمييز ضد المراه. اذا هذه السياسه السكانيه والتي اعتمدت على التنظيم العائلي هي احد السياسات الخاصه بالسكان والتي طبقت في بلدان الساحل الافريقي، اذا اعتماد سياسه تحديد النسل والتنظيم العائلي وكذلك الاهتمام بالمراه. لكن ما نستنتجه حسب دراستنا المؤشرات ان هذه البرامج ادت الى تحسن نسبي في بعض المؤشرات اذا لم تكن سياسه ناجحه 100% ولكن كانت نتائجها محدوده من خلال ايضا محاوله تطوير الموارد سوف نركز على العمل على تحسين الوضع الصحي من خلال هذا الجدول تبينوا أن دول الساحل الإفريقي زادت في عدد الأطباء، أصبح معدل عدد الأطباء أحسن من السنوات السابقة، هذا المعدل يتراوح بين اثنين طبيب لكل مئة ألف ساكن بالنسبة للنيجر و 11 طبيب لكل مئة ألف ساكن بالنسبة لغامبيا، إذا هناك العمل على الزيادة في عدد الأطباء. ايضا الزياده في النسبه المخصصه للصحه من الناتج الداخلي الخام الارقام تلاحظونها تتراوح بين 4% بالنسبه للسنغال و7.6% بالنسبه لغامبيا ايضا خصصت دول الساحل الافريقي نسب متزايده من ميزانيه النفقات الصحيه من اجل الحد من انتشار الاوبئه وامراض الاطفال أوبئة منتشرة بشكل كبير في دول الساحل الإفريقي وفيات رضع أيضا نسبتها مرتفعة إذا هذه الدول في إطار تطوير مواردها عملت على تحسين الوضع الصحي من خلال تخصيص نسب متزايدة لهذه للقضاء على هذه الأوبئة وللحد من أمراض الأطفال النتيجة النتائج لم تكن في مستوى المأمول نظرا لنقص الموارد المالية عندما نلاحظ هذه الأرقام لعدد الأطباء لكل مئة ألف ساكن هي أرقام ضعيفة جدا وهي من أضعف الأرقام في العالم رغم تحسنها النسبي كما ذكر ولكنها مؤشرات ضعيفة أيضا في إطار تطوير هذه الموارد عملت دول الساحل الإفريقي على إصلاح النظم التعليمية نلاحظ وضعية التعليم في بلدان الساحل الإفريقي، اكتظاظ كبير في الأقسام. إذا هذه السياسة تم من خلالها بناء المدارس والمعاهد من أجل التخفيض من الاكتظاظ. إذا الحد من هذا الاكتظاظ. النقطة الثانية مثلا في مالي تحسين جودة التعليم وبناء مدارس عصرية منظمة. هذه صورة أخرى لمدرسة في دول الساحل الافريقي، إذا هناك عمل على تحسين هذه الوضعية، وضعية التعليم في بلدان الساحل الافريقي. أيضا العمل على الحد من الأمية، نسب أمية مرتفعة جدا في أغلب دول الساحل الافريقي، عملت هذه السياسات التنموية على الحد منها. النتيجة لم تكن أيضا في مستوى المأمول، النتائج محدودة، نسبة التمدرس لم تصل إلى مستويات عالمية. مرتفعه ايضا ما زال الاكتظاظ قائما في اغلب مدارس دول الساحل الافريقي والاميه انخفضت نسبيا بشكل محدود. في اطار ايضا محاوله تطوير الموارد النقطه الاخيره هي البحث او قبل الاخيره البحث عن حلول للمساله العقاريه. الوضعيه العقاريه في دول الساحل الافريقي هي وضعيه عقاريه معقده تمثل المسألة العقارية حسب هذه الوثيقة بإفريقيا الغربية كابحا آخر من كوابح التنمية عائقا من عوائق التنمية أي أن الأرض لا يمكن أن تملك كما لا تمثل رأس مال وهي هبة من الله حسب هذا الوثيقة أو حسب هذه الوثيقة لا توجد ملكية خاصة للعقارات إذا تداخل بين القانون العرفي والقانون الوضع المكتوب إذا أوضاع عقارية معقدة وهي من العوائق التي أدت إلى تراجع مستوى الفلاحة والأنشطة الزراعية في دول الساحل الإفريقي بدأت هذه الحلول منذ الستينات إذن سوف تحاول دول الساحل الإفريقي منذ الستينات والسبعينات خاصة في مالي وبوركينا فاسو وتتمثل هذه الحلول في تكوين تعاونية فلاحية وتجميع الأراضي نستنتج أن هناك نجاح نسبي لأن هذه الحلول كانت كلفتها مرتفعه تتطلب إمكانيات ماديه كبيره كما وجدت معارضه من طرف القبائل والنص أشار إلى أن ملكيه الأرض هي ملكيه مقدسه لدى القبيله تتصرف فيها القبيله. النقطه الأخيره في تطوير الموارد هي السعي نحو تحقيق تنميه الموارد المنجميه والتعقيم. هذه النقطة ركزت عليها دول الساحل الإفريقي من خلال تشجيع الشركات العبر قطرية على الاستثمار في المجال الطاقي والمجال المنجمي كما نلاحظ في هذه الصورة شركات إذا صينية تستثمر في الموارد النفطية إذا شجعت دول الساحل الإفريقي الشركات العالمية على الاستثمار في هذا المجال وهو ما جعل موريتانيا وتشاد تصبحان من الدول المصدره للنفط. إذا أصبحت موريتانيا وتشاد من الدول المصدره للنفط بفضل تشجيع الشركات العالميه الشركات الصينيه أو شركات أوروبيه بالتحديد. كل هذه البرامج المنجزه إذا نحوصل هذا العنصر لم تحقق النتائج الإيجابيه المطلوبه. إذا رغم ما قامت به هذه الدول من مجهودات إلا أن نتائجها كانت محدودة. العنصر الثاني محدودية العمل المشترك بين دول الساحل. في هذا العنصر سوف نركز على العمل المشترك بين دول الساحل الإفريقي. هناك لجنة أو منظمة تكونت في بداية السبعينات سميت اللجنة الدولية لمقاومة الجفاف. وهي من المصطلحات الهامه في درسنا التي نركز عليها والتي نسال فيها في امتحان البكالوريا. هذه اللجنه تاسست في بلدان الساحل الافريقي بواكادوغو سنه 1973 في اعقاب اجتياح ظاهره الجفاف لمنطقه الساحل حيث ارتات الدول الاعضاء وقتها تنسيق الجهود من اجل مواجهه هذه الظاهره. من منطلق عجز كل دوله عن التصدي لها بوسائلها الخاصه مما تطلب تضامنا اقليميا. اذا هذه اللجان وهذا العمل المشترك هو من اجل تجاوز الصعوبات المشتركه التي تميز دول الساحل الافريقي. هذه اللجنه موجوده في غرب افريقيا تضم مجموعه من الدول، الدول الثمانيه للساحل الافريقي اضافه الى دول افريقيه مجاوره مثل بنين الكوت ديفوار ودول والتوجو ودول اخرى اذا تكونت مؤسسات مشتركه تنسيق بين بلدان الساحل الافريقي مثل اللجنه الدوليه المشتركه لمقاومه الجفاف وكذلك نادي الساحل كلوب دي ساحل الذي يضم كذلك تقريبا نفس الدول دول الساحل الافريقي الدول الموجوده في غرب افريقيا انخرطت هذه المؤسسات في تجمعات إقليمية إذا تحاول هذه المؤسسات تجميع هذه الدول في إطار عمل مشترك مثل تجميع بلدان جنوب الصحراء نظمت ندوات عديدة مثل ندوة نواقشوت بموريتانيا في جانفي 2004 هي ندوة للتنسيق من بين هذه الدول لكن هذا التنسيق محدود نظرا للصعوبات التي تعترضه، اذا هذا التنسيق لم يكن تنسيقا لديه ايجابيات كثيره او نتائج هامه لانه تعترضه صعوبات ماديه وسياسيه. سوف نفسر هذه الصعوبات نبدا بالصعوبات الماديه ناتج عن قلة الموارد المالية لأغلب هذه الدول سوف نستعرض هذه الموارد المالية في عنصر لاحق والضغط الاجتماعي المفروض على هذه الدول في المجال الغذائي والصحي والتعليم إذا هذا النقص في العمل المشترك هو نقص نتيجة هذه الصعوبات المادية المالية بالتحديد أيضا هناك صعوبات أخرى هي صعوبات سياسية بلدان الساحل الأفريقي لها مشاكل سياسية عديدة، حروب أهلية، نزاعات مسلحة، ثورات، أزمات إذا متعددة، نزاعات مسلحة، حروب أهلية، مثال في مالي قبائل توارك التي تمثلها هذه الصورة، وهي قبائل تريد تكوين كيان خاص بها في الصحراء للإنفصال عن دول الساحل الأفريقي أيضا. الصعوبة السياسية الثانية أيضا هو التدخل الأجنبي في بلدان الساحل الأفريقي. نلاحظ هنا تدخل فرنسا في مالي خلال الفترة السابقة 2003. إذا هناك تدخل قوى أجنبية وتكريس نفوذها. إذا هذا عطل العمل المشترك بين الدول الساحل الأفريقي. العنصر الثالث معاضدة المنظمات الدولية لدول الساحل تدخلت اذا المنظمات الدولية من أجل مساعدة بلدان الساحل. من هذه المنظمات التي كان تدخلها واضحا في بلدان الساحل الإفريقي منظمة الأغذية والزراعة. هذه المنظمة تتبع الأمم المتحدة وتهتم بكل ما هو غذائي وزراعي. أيضا البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الذي قام بتحديد اهداف سوف نستعرضها اهداف من اجل النمو وتحسين وضعيه بلدان الساحل الافريقي منظمه الصحه العالميه وتدخلها هام في بلدان الساحل الافريقي من خلال اذا الوضع الصحي الصعب الذي تعيشه بلدان الساحل الافريقي وكذلك نجد منظمات غير حكوميه عديده منظمات تطوعيه خيريه تقدر بحوالي 1500 منظمة أبرزها منظمة الهلال والصليب الأحمر يكون تدخل كل هذه الأطراف من خلال سوف نبرز تدخل والعمل الذي تقوم به هذه الأطراف تنظيم المؤتمرات العالمية النقطة الأولى مثل مؤتمر الألفية الثالثة إذن الأمم المتحدة قامت بتحديد أهداف من خلال مؤتمرات عالمية انطلقت منذ سنة 2000 وسميت مؤتمرات الألفية الثالثة نظمتها الأمم المتحدة منذ سنة 2000 هذه المؤتمرات حددت مجموعة من الأهداف كانت في حدود ثمانية أهداف أصبحت أهداف التنمية المستدامة منذ 2015 سبعة عشر هدفاً نستطيع ان نلاحظها من خلال هذه الصوره الحد من الفقر، الحد من الجوع، توفير صحه جيده، تعليم جيد، مساواه بين الجنسين، ايضا الحد من عدم المساواه، الاهتمام بالصناعه، الاستهلاك والانتاج متوازنين، العمل المناخي والحد من الاثار المناخيه السلبيه. اذا كل هذه الاهداف حددت منذ سنه 2015. 17 هدفا من اجل تنميه مستدامه. وكانت باشراف الامم المتحده. ايضا المنظمات الدوليه تعارض المجهود التنموي للبلدان الاقل تقدما وذلك بالضغط على البلدان الغنيه لتقديم مساعداتهم. اذا هناك ضغط من هذه المنظمات على البلدان الغنيه من اجل تقديم او زياده تقديم المساعدات الانمائيه لهذه الدول. القيام بمبادرات لصالح البلدان الضعيفه تخفيض من الديون اعاده جدولتها وكل هذا تقوم به المنظمات العالميه من اجل الحد من الـ من الـ من الحصيله السلبيه التي رايناها في العنصر الاول من الدرس اذا استنتاج ظروف تنظيميه متعدده هذا الاستنتاج اذا خاص بهذا العنصر الثاني في درسنا ظروف تنظيميه متعدده لم تحقق النتائج الماموله رغم المجهودات إلا أن النتائج لم تكن مأموله. السؤال الآن الذي نطرحه ما هي أبرز الظروف الهيكليه لمحدودية التنميه؟ سوف ننتقل إلى صنف ثالث من الظروف وهي الظروف الهيكليه. الظروف الهيكليه سوف ندرسها من خلال أربع عناصر. موارد ماليه محدوده، مديونيه عاليه، تدهور طرفي التبادل التجاري، وضعف البنيه التحتيه. نبدأ بالموارد المالية المحدودة النقطة الأولى موارد متأتية من الصادرات نلاحظ من خلال هذا الجدول تطور قيمة الصادرات بالمليون دولار مجموعة دول الساحل الإفريقي كان في حدود 3850 مليون دولار قيمة صادراتها أصبحت في حدود 12679 مليون دولار سنة 2017 إذا. هناك تزايد لقيمة الصادرات تضاعفت تقريبا ثلاثة مرات هذه الصادرات متفاوتة بين الدول نقارن بين دولتين غامبيا في حدود 85 مليون دولار قيمة صادراتها سنة 2017 بينما في السنغال كأعلى قيمة بلغت 2920 مليون دولار إذا موارد متاتية من الصادرات هي موارد محدودة من حيث القيمة. إذا قيمة الصادرات حسب هذا الجدول ضعيفة وفي نفس الوقت متفاوتة بين الدول. هذه الموارد أيضا لماذا هي ضعيفة قيمتها؟ لأنها تتركب من صادرات متنوعة ولكنها تركز على نسب مرتفعة في منتجات فلاحية والمنتجات الطاقية والمنجمية، إذا أغلب صادرات السلع سنة 2016 حسب هذا الجدول بنسبة ستة في غينيا بيساو هي منتجات فلاحية بنسبة أربعة في تشاد وهي منتجات طاقية ومنجمية معدل دول الساحل الإفريقي أربعة في المنتجات الفلاحية 21.5% المنتجات الصناعية و44.3% للمنتجات الطاقيه والمنجميه في الدول المتقدمه راينا المنتجات الصناعيه نسبتها ثلاثة ارباع صادرات السلع اذا هناك فرق كبير بين دول الناميه دول الساحل الافريقي وهذه الدول دول الدول المتقدمه اذا الموارد المتاتيه من الصادرات هي مرتبطه بنوعيه صادرات ذات قيمه منخفضه اذا هي موارد ماليه محدوده في السنتشن النقطة الثانية في الموارد المالية هي موارد متأثية من الاستثمار الأجنبي المباشر. في هذا الجدول نلاحظ قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الواد الأول مجموعه 2563 مليون دولار وهي قيمة ضعيفة جدا على المستوى العالمي قيمة الاستثمارات التي استثمرت في بلدان الساحل الافريقي هي في سنه 2017 في حدود 2563 مليون دولار. مع تفاوت بين الدول موريتانيا بلغت فيها اعلى قيمه للاستثمار ب 588 مليون دولار بينما لم تتجاوز في غامبيا قيمتها 5 مليون دولار. اذا منطقه الساحل الافريقي هي منطقه هامشيه من حيث الاستثمارات ضعف قيمه الاستثمار وتفاوته بين الدول وايضا النقطه الثانيه هو نسبته من الناتج الداخلي الخام نسبه الاستثمار الاجنبي المباشر من الناتج الداخلي الخام في حدود 3.61% وهي نسبه ضعيفه مع تفاوت بين غامبيا 0.4% فقط بينما تصل في موريتانيا كما ذكرنا ذلك خاصة في استثمارات النفط الى 11.7% من الناتج الداخلي الخام العوامل نفسر اذا ركزنا على الظاهره الان سوف نفسرها المظاهر ثم العوامل ضعف البنيه التحتيه لاغلب الدول اذا بنيه تحتيه ضروريه للاستثمار الاجنبي المباشر غير متوفره في بلدان الساحل الافريقي سوء التصرف المالي والفساد الاداري والعراقيل المتعدده وهي من العراقيل الهامه التي تمنع دول الساحل الافريقي من استقطاب استثمارات كبيره. ايضا عدم الاستقرار السياسي كما راينا ذلك من حيث الازمات ومن حيث الحروب. نبقى في الموارد الماليه المحدوده. الحلول المعتمده لتطوير موارد الاستثمار الاجنبي المباشر. سوف نتحدث عن الحلول. نرجع إلى برنامج الإصلاح الهيكلي نعيد تفسيره وقراءته مجموع الإجراءات التي تطبقها بعض الأقطار النامية بأمر من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإصلاح اقتصادها وإعادة هيكلته من ذلك دعم المبادرة الخاصة والضغط على النفقات العمومية والانفتاح الاقتصادي إذا هذا البرنامج هو أحد الحلول التي اتبعتها دول الساحل الإفريقي اعتماد برامج خاصة القطاع العام في إطار سياسة الإصلاح الهيكلي أيضا الحل الثاني هو الاستثمار أو تشجيع الاستثمار خاصة في مجال النفط في قطاعات حيوية تشجيع الشركات العالمية الأوروبية والصينية على الاستثمار في قطاعات حيوية حيوية مثل اليورانيوم في النيجر النفط في تشاد وموريتانيا نبقى في الموارد المالية المحدودة النقطة الثالثة موارد متأتية من السياحة والهجرة الخارجية السياحة كمورد من موارد المالية التي تعتمدها بلدان الساحل الإفريقي نبدأ بهذا الجدول الخاص بعدد السياح الوافدين على بلدان الساحل الإفريقي في حدود 850 ألف سائح بالنسبة للسنغال وفروا مداخيل سياحيه 481 مليون دولار. نقارنها بما حصلت عليه البلاد التونسيه في نفس السنه 1782 مليون دولار. اذا فرق كبير بين ما تحصلت عليه بلدان الساحل الافريقي وما تحصلت عليه البلاد التونسيه كدوله من الدول السياحيه. اذا نشاط سياحي محدود يرتكز خاصه او يتركز خاصه في السنغال وهذه الموارد الماليه ضعيفه ومتفاوته من ومتفاوته لهذا النشاط ايضا مساهمه هذه السياحه في في الناتج الداخلي الخام هي مساهمه محدوده في حدود 3.9% بالنسبه لبوركينا فاسو الموارد المتاتيه من الهجره الخارجيه الهجره الخارجيه مصدر هام ل الأموال أو العملة الصعبة نلاحظ أن هذه العائدات عائدات الهجرة في أغلبها يتركز على دولة السنغال أو في دولة السنغال بقيمة 2691 مليون دولار يمثل أو تمثل عائدات الهجرة حوالي 20.5% من الناتج الداخلي الخام لغامبيا 13.6% بالنسبة للسنغال هذه التحويلات متاتيه من الدول الافريقيه المجاوره التي يهاجر اليها سكان الساحل الافريقي وكذلك من البلدان الاوروبيه هذه الموارد الماليه توظف في مشاريع اجتماعيه اغلبها مثلا في مجال السكن او تلبيه الحاجيات الاستهلاكيه للسكن لعائلات المهاجرين ولا توظف في مشاريع اقتصاديه لذلك اعتبرناها مساهمتها محدوده في التنميه العنصر الثاني المديونية العالية في الظروف الهيكلية نسبة الدين الخارجي من نتج الداخلي الخام في موريتانيا في حدود 103.7% وهي نسبة مرتفعة بينما في غينيا بيساو 19.9% نسبة خدمة الدين كمؤشر ثاني للديون مرتفعة في غامبيا بقيمة 35.4% من الصادرات في سنه 2018 اذا لجأت هذه البلدان الى المديونيه منذ فتره السبعينات تفاقم الدين الخارجي خلال السنوات الاخيره وخاصه خدمه الدين بعد فرض برامج الاصلاح الهيكلي على اغلب دول الساحل برامج الاصلاح الهيكلي ادت الى مزيد خوصصة المؤسسات العموميه الضغط على النفقات العموميه الموجهه للصحه والتعليم ساهمت المديونيه في عجز كبير ميزانيات هذه الدول اغلب او كل الدول هي الساحل الافريقي تتميز بعجز ميزانياتها وتردي الخدمات الاجتماعيه تدهور طرفي التبادل التجاري طرفاء التبادل التجاري كمصطلح وكمفهوم هو مؤشر يقيس العلاقه بين مؤشري اسعار الصادرات واسعار الواردات وتمكن قيمته من تقدير الفائده التي يجنيها البلد او الخساره التي تكبدها نتيجه مبادلاته التجاريه مع الخارج بين تاريخين ويتحسن طرف التبادل بين تاريخين إذا زادت قيمة المؤشر عن 100 بينما يتدهور طرف التبادل إذا نزلت قيمة المؤشر دون 100. نلاحظ في بلدان الساحل الأفريقي رغم هذا التحسن النسبي في مؤشر طرف التبادل التجاري إلا أن غينيا بيساو ما زالت تحت مؤشر 100 إذا هناك تميز الظرف الاقتصادي العالمي بتدهور طرفي التبادل التجاري رغم التحسن النسبي في المؤشرات إذن هناك تحسن نسبي ولكنه ليس تحسنا هاما السبب اسعار المواد الاوليه تصدره بلدان الساحل الافريقي منخفضه القيمه نسبيا اسعار او منتجات بسيطه بينما اسعار المواد المصنعه التي تستورد هذه البلدان مرتفعه القيمه تستورد بلدان الساحل الافريقي بنسبه كبيره منتجات مصنعه ذات قيمه مرتفعه هذا التدهور هو بسبب سياسة الدعم التي تنتهجها الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة في المجال الفلاحي والاتحاد الأوروبي في مجال دعم المنتجات الفلاحية مثال القطر إذا الدول المتقدمة تدعم صادراتها الفلاحية وينعكس ذلك سلبا على طرفات التبادل وتتضرر بلدان الساحل الإفريقي دل ضعف البنية التحتية نبدا بمؤشرات النقل عدد المطارات ضعيف في اغلب دول الساحل الافريقي ما بين 20 و 30 مطار حجم النقل الجوي بالسلع ايضا ضعيف يتراوح بين 4000 و1000 طول شبكه النقل المائي تتراوح بين 300 و1000 كيلومتر طرقات البريه ايضا ضعيفه 14000 كيلومتر بالنسبه للسنغال و18949 كيلومتر بالنسبه للنيجر طول شبكة السكك الحديدية ضعيف جدا 622 كيلومتر 904 كيلومتر إذا ضعف البنية التحتية بنية تحتية ضعيفة تشمل شبكات نقل محدود أيضا أغلب شبكات النقل تتركز بالقرب من العواصم نلاحظ خريطة الساحل الإفريقي كيف أن المطارات وشبكة, وشبكة الطرقات السكك الحديدية موجودة في الجانب الجنوبي من دول الساحل الإفريقي حول العواصم نيامي وغادوغو باماكو إذا كل هذه هذه الشبكات الضعيفة تتركز خاصة بالقرب من العواصف شبكة الاتصالات أيضا محدودة عدد المشتركين في الهاتف القار في بوركينا فاسو حوالي 76,760 عدد المشتركين في الانترنت كأعلى رقم 805,000 في النيجر ويعطينا نسبة نفاذ الانترنت في حدود 4.3% من مجموعة السكان وهي من اضعف النسب في العالم من حيث استعمال الانترنت اذا شبكه اتصالات ضعيفه جدا ننتقل الان الى الظروف الطبيعيه كعنصر اخير الظروف الطبيعيه سوف نركز على الموقع الجغرافي الطرفي وتعدد ضغوطات الوسط الطبيعي موقع الجغرافي الطرفي تقع بلدان الساحل الافريقي اذا في منطقه طرفيه بعيد عن المسالك التجارية العالمية الكبرى تحيط بدول الساحل الإفريقي دول فقيرة أغلب الدول المحيطة بالساحل الإفريقي هي دول فقيرة جمهورية إفريقيا الوسطى السودان والصحراء يعتبر أهم حاجز طبيعي من ناحية الشمال يصعب عبوره إذا أغلب دول الساحل الإفريقي في مناطقها الشمالية هي صحراء كبرى الظاهرة الثانية التي سوف نركز عليها هي ظاهرة الانحباس المجالي تتصف بها الدولة التي لا تكون لها حدود بحرية فيكون كل مجالها الجغرافي داخلي مغلق من الدول المنحبسة بمنطقة الساحل الإفريقي هي تشاد، النيجر، مالي، بوركينا فاسو إذا واضحة في الخريطة ظاهرة الانحباس المجالي تعاني منها تقريب نصف دول الساحل الإفريقي بعيد عن البحر خاصة مالي، النيجر، تشاد، بوركينا فاسو وهو ما يضطره إلى استعمال موانئ الدول المجاورة وهو ما يزيد من التكلفة اذن تشاد مضطر الى استعمال موانئ في دول اخرى بعيدة النيجر كذلك مالي بوركينا فاسو تعدد ضغوطات الوسط الطبيعي النقطه الاولى الجفاف نلاحظ من خلال هذه الخريطه ان اغلب دول الساحل الافريقي تتميز بتساقطات ضعيفه هي تقع في المنطقه المداريه مدار السرطان تتميز بارتفاع درجات الحراره وانقسام سنتها الى فصلين، فصل ممطر من جوان الى سبتمبر، وفصل جاف في بقيه السنه. تغطي بلدان الساحل الافريقي ثلاثه مناطق مناخيه كبرى، في الشمال الصحراء، تقل الامطار عن 200 ملم، اللون الاصفر واللون الـ الـ البرتقالي. في الوسط منطقه السباسب بين 200 و 400 ملم في السنه تساقطات وفي الجنوب نجد امطار في منطقه السافانا بين 800 و 1000 ملم في السنه. اذا 70% من مساحه الجمليه بلدان الساحل الافريقي هي مناطق جافه او شبه جافه. ايضا تعاني دول الساحل الافريقي من تواتر ازمات الجفاف الحاد. تواترها سنويا مثال لهذه الأزمة أزمة سنة 2005 التي أدت إلى عديد الوفيات في بلدان الساحل الإفريقي الكوارث الطبيعية التي تعاني منها دول الساحل الإفريقي بالإضافة للجفاف هناك مناطق تعاني من فيضانات في بعض السنوات انتشار الفيضانات في بعض السنوات خاصة في المناطق القريبة من الأنهار الكبرى مثل فيضانات 2003 وكذلك الظاهرة الثانية هي زحف الجراد تكاثل الجراد وهو ما يسببه من آثار وما سببه من آثار مدمرة على المناطق المتضررة أيضا انتشار التربة الفقيرة في أغلب مناطق الساحل الإفريقي تسبب هذه الكوارث مخلفات سلبية عديدة وتساهم في محدودية التنمية نبقى في تعدد ضغوطات الوسط الطبيعي محدوديه الاراضي والموارد المائيه. نسبة الاراضي الصالحه للزراعه ضعيفه تتراوح بين 21.8% من المساحه الجمليه في بوركينا فاس و 0.4% في موريتانيا. اذا نسبة اراضي الزراعيه ضعيفه من مجموع المساحه وهي متفاوته بين الدول. لذلك تعمل دول الساحل الافريقي على الترفيع من هذه النسبة وذلك باستصلاح الاراضي الغابيه. ايضا تسعى هذه الدول نظرا لضعف نسبة المساحات السقوية من مجموع الأراضي الزراعية في حدود 10.9% و 0.6% تسعى إلى تطوير هذه الأراضي السقوية والترفيع من نسبتها من خلال تهيئة الموارد المائية وإنجاز مجموعة من السدود الكبرى خاصة على أنهار السنغال والنيجر وقد ساهم ذلك في تهيئة مساحة تقدر بحوالي 350 ألف هكتر نبقى في تعدد ضغوطات الوسط الطبيعي كنقطة أخيرة محدودية الموارد المنجمية والتاقية أهم الخامات المعدنية تنتجها بلدان الساحل الأفريقي هي خامات محدودة مثل الحديد الفوسفات اليورانيوم الذهب نبدأ بالموارد المنجمية يرتكز الإنتاج المنجمي لهذه الدول على مجموعة من الخامات المعدنية مثال الحديد أعلى رقم نجده في موريتانيا بثمانية 8.9 مليون طن الفوسفات يتركز في السنغال بقيمة 1.3 مليون طن والأورانيوم في النيجر بقيمة 3484 طن يكون استغلال هذه الخامات بطريقة بدائية ولكن تسعى دول الساحل الإفريقي كما رأينا إلى تطوير استغلال هذه الخامات وهذه الموارد بالاعتماد على استثمارات أجنبية الموارد الطاقية هي موارد محدودة من حيث النوع والكمية النفط الخام مثلا قيمة الانتاج إذا في حدود 128 ألف برميل في اليوم النسبة من الانتاج العالمي محدودة جدا 0.15% بالمئة يتركز هذا الانتاج في التشاد موريتانيا وكذلك في النيشر بقيت أغلب الدول الأخرى تعتمد على استهلاك الطاقة التقليدية خشب الفحم الحجري قيمة الفحم الحجري انتاجه 290 ألف طن بالنسبة لدول الساحل الإفريقي ويتركز هذا الانتاج في دولة النيجر ويمثل 0.3% كنسبة عالمية خاتمة للدرس رغم المجهودات المبذولة من طرف بلدان الساحل الإفريقي من اجل تحقيق تنميه اقتصاديه واجتماعيه الا ان الظروف الغير ملائمه لاغلب دولها كانت معرقله لتحقيق نتائج ايجابيه شكرا علي حسن الانتباه وبالتوفيق